برأيي هيك أفضل للكل. طبعا إذا بتوافقي. أنا بعرف هالشي مو سهل، بس إذا ما طلقته ميران رح يضل عنده أمل، وهذا الشي ما بيصير، رح تحترق قلوبكم. تركي، خلي ميران يروح ويعيش حياته، وانت بصير يلي بتشوفه مناسب. بابا كل شي جاهز، بس ناقص توقيعك. المحامي رح يبلش بإجراءات الطلاق فورا. ما في حل تاني ريان. كل شي رح يصير منيح. هادي اللي لازم يصير. لا تتراجعي يا ريان، هو حاول يسرق حياة أبوك. تتذكر لما كنت اركب على ظهرك ونروح؟ كنا ننبسط وقتها ونتسلى كتير، بس الضحكات البريئة صارت بالماضي. كل شي راح يا ماما، ما عاد في شي راح يرجع. قلبي مجروح وعم ينزف هلا، حتى انفاسي يا ماوي بالزور عم يطلعوا مني. يا ريت اقدر اهرب وبعد عن كل شي، او يا ريت فيني انسى. يا ريت لو تعلمني النسيان، تعلمني اختار الطريق الصح واني ما اطلع لوراي. يا ريت تعلمني.